أصدقائها، كل اللي عرفوا في سنين في أيام في لحظات يشعرون بالألم، والألم اللي ما يشبه الحقيقة أي رحيل. رحيل خالد رحيل غالي علينا كلنا، ويمكن ما شهدت مصر حالة من الحزن بهذا الشكل عبر كل المكانات، في على النت على الإعلام على الصحافة. رحيلة خسارة كبيرة، لكن هو الموت حق، وإحنا عزائنا كلنا أن نكون موجودين اليوم مع أسرته ومع أصدقائه. إنسان خدم الجمال، خدم إنسانيته، إنسان مهذب جدا يتحلى في كل الصفات الحلوة اللي خلت الناس كلها موجوعة على رحيلة.